الخضرة، الخضرة الثمن مناسب، الثمن مناسب دابا من ناحية في هذا الوقت هذا، دابا الثمن مزيان، كاينة من نقول من 6 درهم وهود لتحت هما اللي كاينين، من 6 درهم حتى 3 درهم الخضرة هي اللي كاينة، كاينة داكشي على الجودة، كاينة بحال دابا مثلا البطاطا كاينة 3 دراهم 5 دراهم، كتراوح ما بين 5 دراهم 3 دراهم على حساب الجودة. بالنسبة للمعطيشة ثاني كذلك ومثال، من 6 دراهم حتى ل 3 دراهم داكشي على حساب الجودة. عندك القرعة كورجي حتى هي 4 دراهم 6 دراهم 5 دراهم هي اللي كاين. عندك خيزو حتى هو من 3 دراهم حتى ل 6 5 دراهم هما اللي كاينين. عندك الفلفل والدنجال اللي دايرين دابا والخيار وداكشي دايرين 7 دراهم 7 دراهم ل 5 دراهم على حساب الاخر. البصلة دابا دايرة 8 دراهم، كاينة في سوق الجملة، كاينة في سوق الجملة دايرة 6 دراهم تقريبا حتى 6 دراهم ونص، 6 دراهم و 30 فرانك بحال هكاك اللي دايرة بالجملة هي هادشي اللي كاينة. وبالنسبة لهادشي ديال هادشي ديال التخليطة راه كنبيعهم 6 دراهم 5 دراهم باش كنبيعو التخليطة هادشي اللي كاين. أولا حنا في هاد السوق هذا كنشريو بعدا الجودة، في هاد المارشي هذا كنشريو حنا الجودة راس في المارشي راس السوق كنجيبوه وكنبيعوه بالثمن المناسب على حسب ياش على حساب الزبون. دابا الزبون اللي خرج لبرا كيصيب بحال الجوطيه بحال هذه كيقول لك اودي الثمن طايح، حنا كنشريو الجوده. كيف صيب في المثل البطاطا ب 60 ريال ولا ب 80، حنا عندنا في المثل ب 100 كيصيب، حنا عندنا فرق، حنا كنشريو درهم و 30 ريال زايده من المارشي زايده في السلعه. اي سلعه كنشريوها حنا في هذا السوق هذا كنشريوها زايده الثمن، كنشريو الجوده راس السوق في المارشي راه السوق اللي كنشري. حنا عندنا الكليان هنا، الكليان كيبغي المليح، لما كانش المليح ما كاين. دابا بحال الديشي دابا حنا ملي كيحيدنا ديك المليح ديك الديشي ما كيبغي ما يتباعش لينا، ما يبغيش يدي، واخا تقول له فابور ما يبغيش يدي ابدا. بحال بالنسبه دابا الخيزو، دابا الخيزو يحيد لنا ديك المزيان يبقى ديك الديشي ما كاينش، واخا دير له درهم ما يديش، ولكن اللي تقول له 6 دراهم ولا 7 دراهم يديه، الا كان مزيان يديه. هادشي هو اللي عندنا حنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.